حنا في هاد الدوار مضارين بزاف من ناحيه واحد الشركه احتكرت السوق ديال الطحالب البحريه دات 80% ووقفوا المصانع كلها سدوها وخلات واحد الجمعيه هي اللي دات ليده معاها وواحد الجمعيه اللي كنقول انا ماشي جمعيه النور جمعيه الظالم كيوقفوا فيها واحد جوج ناس هما اللي وصلوا لهاد الاوضاع هادي خلاو الناس ما بقاتش عندها لا باش تخلص لا بالماء لا الدوله كانوا معتمدين بزاف على هاد كيهبطوا بالليل وبالنهار كيهبطوا كيلقطوا هاد داك مع سميتو مع جوج ديال الليل مع ثلاثه ديال الصباح كيهبطوا كيلقطوا ديك سميتها ديك ربيعه باش يجيو باش يبيعوها من جاو هما حدوا لهم واحد القيمه ديال 80 كيلو 100 كيلو جاو هما حرموا عليهم هاد الرزق وقال لهم عندكم 100 كيلو الثمن اللي معروف دابا في الوزين 17 درهم 18 هما داو لهم 9 دراهم دي مشينا عندهم قلنا لهم الله يخلي لنا سيدي محمد السادس والامن ديالو ويعيش الوطن والقصر العلويه اعطيونا حل راه حنا ضعنا في المنطقه ديال الغضبان وكاع اللي مقابلين الربيع وعايشين بها ضاعوا بها قلنا لهم عبروا لينا قلنا لهم خليهم يعبر لينا كيجمعوا الربيع يدفعوا فيها الست قزام حنا عايشين بالدل بالضعف 10 دراهم ديال البوطه ما بقاش يبغي يطلق علينا مول الحانوت واش انا نجلس 10 دراهم نمشي لسيدي موسى ما صايبش باش نجيب 9 كيلو السردين باش نعيش انا وولدي جمعنا 4 قعات راه من عبا وردو مشاو ضاحيه هاد المنطقه كلها عاشت في الدل هاد العام وعاشت القهر علاش فيما كيمشيو عاد المندوب غندير لكم حل تمشينا في الحل مشينا ضايعين شي حل ما كاين واش غنخرجوا نجريسي هاد العام غادي كلشي كيخرج يموت بالقهر وبالجوع المخاقر فينا هاد العام غيموت بالقهر لا عيد لا زرع لا عيشة لا يديك لي خل وخدمت في ربيعة من 14 عام وعمر هاد الشي ما كان تا ولا ربيعتو في البحر سيدي تا الصباح كنلقطو في الربيعة وهاد الربيعة منها العيد منها صايرنا منها الزرع منها كل شيء وهاد الناس سيدي داروا لنا هاد الحاله حنا والدينا عايشين في هاد الشيء خلونا والدينا بحال هك عايشين في هاد الشيء واليوم سيدي قطعوا لنا رزقنا حقهم ضاع هاد الغضبه الكل حقه ضاع ما بقاش عنده فين يمشي باش تقاطع السكر باش عندنا الحق ما عندناش الحق الله يخلي لنا سيدنا والله يطول عمره الناس هادو مساكن ضايعين عيالات خدامين كيضيعوا مساكن يتخشوا في الماء وجبدوا ديك العشبه وديك العشبه باش الانسان يجبدها مراه مسكينه كتجبدها والراجل ما كيقدرش يجبدها واش هاد المراه يمكن لها مسكينه تجيب 400 كيلو كتقول هاد المراه بانها الله عبروا لها 100 كيلو